نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر؟ خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة؟ ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء؟ ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر؟ ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة؟ ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. بالمناسبة، كل برامج اكتشاف المواهب أو معظم المبدعين، خلينا نقولها بالعكس، يعني معظم المبدعين خرجوا من برامج اكتشاف المواهب. معظم الناس اللي تشوفوا كده تقول شاطر قوي قوي، ده متعدد المواهب، في الغالب ده خد فرصته عن طريق برنامج شبه ده. فما تستقلوش وما تستهونوش بالفرصة. بعض الناس وبشوفهم كل يوم، يعني أشجع حد موهوب أقول له ابعت شارك عندنا نجوم التاسعة، فيقول لي يا واحد ياخد باله مني في وسط الزحمة. بس الحقيقة إنه حتى لو المرة دي ما حدش خد باله منك، المرة الجاية حد ياخد باله منك، وهكذا. ففكرة التقديم والتواجد في البرامج اكتشاف المواهب دي حاجة مهمة جدا. نجوم التاسعة مدينا الوقت لحد 31 يوليو، وعلى صفحة البرنامج في مواهب كتير جدا بعتت. فتعالوا نشوف عدد من المواهب اللي بعتت في نجوم التاسعة، لأنه هم يستحقوا من دلوقتي يبقوا نجوم. جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مذنبه. ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد الأولى غربتي والثانية المكتوب. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق، خير الخلق كل. دي حاجة بس كده عشان نفتح نفسكم، عشان نقول لكم إنه المواهب حقيقية بجد، وإنه طبعا عشان نوصل للصوتين الأحلى من بعض اللي سمعناهم دول، أشرف ونادر، عشان نوصل لأشرف ونادر أكيد اتفلتروا زمايلنا، فيتفلتروا الأصوات ما بين مثلا، يعني مش أقل، أنا متخيلة كده من 300 فيديو، لكن طلعت بجوهرتين حقيقيين. فدي حاجة تستاهل التعب وتستحق العناء زي ما بيقولوا، وتستاهل الناس الحلوة دي انها تتشاف وتتسمع، وان يكون تلفزيون بلدهم هي المنصة اللي بيطلوا على الناس منها.
بحترم المواهب وبحترم الفرص، ومدركة جدا ان عند ناس كتير جدا من الموهوبين احساس كده بانه تعبنا احيانا حتى من قبل ما نبتدي، واحساس بفقد الامل. لكن صدقوني المواهب الحقيقيه بيجي لها وقتها، واعتقد انه ده وقتها وسط تشجيع حقيقي من الدوله لاكتشاف المواهب في كل المجالات. بالمناسبه كمان في اكتشاف مواهب في الكوره، اكتشاف مواهب في الغنى، في الغنى، في التاليف. في حاله كده من النهضه حصلت بعد تشجيع الرئيس لاكتشاف طاقات جديده ومواهب جديده في كل المجالات.